يا ناس لا توهق يا حبيب قلبي. لا ما وهق. ها؟ ابشر بقى. لا توهق. انا ترى طيب ها؟ انس فنان انس يحب يتحدى. طيب انس انا داخل في برنامج تحدي ومنافسة. طيب كيف يا ولد كيفك في الامور الفقهية جيد؟ يعني اعطيك مثال. تعال تعال لا تطالع تعال وجهك تغير ليه؟ ها؟ لا لا ما يعني والله ان شاء الله الامور طيبة. تعال سوف لي روح عند يلا هي قوم. اوه عشان اركز اكثر. الله عليك. عندي السفلي بطل حقيقه عداها. شوف يا انس احنا نعرف انه الضرورات تبيح المحظورات. المحظورات عارف هذه انت لانه ما يحتاج هذه قاعده فقهيه شامله. جميل. اذا كنت في البر ولقيت وانت جائع بتموت ولقيت جيفه ميته تاكلها كلها ولا تاكل ما يغطي جوعك؟ بعض الناس يحسبها كلها تروح. لا الصحيح انه ايش؟ تاكل ما يغطي جوعك. ما يغطي جوعك يعني ما يحفظك من الموت بس. نعم صح. السؤال اللي يطرح انت في يوم من الايام جائع مره اجوع شيء يا سلام عليك. وجيت للثلاجه ما لقيت شيء. جيت للدولاب تبي بسكوت تبي شيء ما لقيت شيء. يمين شمال ما لقيت شيء. اثناء ما انت في جوعك اللي هو اجوع شيء مرت من عندك دجاجه ووراها يا انس ووراها يا أنس لين وتعبت لين وصلتها ومسكت الدجاجة. لما ذبحت الدجاجة ونتفت الريش لقيتها إيش؟ حامل. حش حامل أنت عرض. إيش قال حامل. نجح الموضوع نجح الفقرة. أيوة أسلم. هذا مو فقه الله يسلمك. لسه ما وصلنا الفقه هذا مو فقه. طيب أسلم أقول لقيتها صغيرة مرة يعني يوم نتفت لقيتها صغيرة مرة. وأنت وش فيك؟ جوعان. ايش اجوع شيء لما شقيت البطن لقيت الفرخ ميت صدقته حامل. جميل كلامك. هل تاكله ولا ترميه والضرورات تبيع المحظورات؟ الفرخ ميت. ايه؟ داخل تاكله ولا ترميه؟ بسرعه واضحه يعني اكله تاكله. في دجاجه فيها فرخ فيها بيضه الله يصلح قلبك. بيضه لا لا بيضه نخليها في الثلاجه طال عمرك. هذا سامعها من قبل لكنه جاب العيد. والله هذا ما يحتاج حلفه. هذا بدون حلفه. انت فايز بكل مقاييس. بارك الله فيك. قم يلا قم قم بيجي غيرك العيد. مين فايز؟ هذا عبد الله مهدي. قم بيجي دور سعيد الحين بعدك. شكرا. لا لا بالله كيف اخش صح سعيد. لا مريض سعيد تعال هنا ولا تمحلك.